صلوا بقى بينا على النبي. اول حاجه السورسز اوف انسولين، هو الامتحان ما بيبقش من سؤالين، سورسز اوف انسولين وبريباريشنز اوف انسولين. اسمعت كده في الامتحان ما بتخبطش من حاجه اسمها سورسز اوف انسولين وبريباريشن اوف انسولين، ده حاجه وده حاجه. يلا يا دكاتره صلوا على النبي. الاول سورس اوف انسولين زي ما بسالك عامه سورس اوف اي دواء، يعني هو اي دواء بيجي منين؟ سورس اوف انسولين علم عندك كده على الكلمتين. يلا يا دكاتره السورس اوف انسولين انتوا عارفين اول ما عملوا الانسولينات دي معموله من سنه 1910 مثلا، اول ما عملوا الانسولين جابوه منين؟ الانيمالز، وكانوا بيسموه تراديشنال انسولين. صح صح يا كانوا بيسموه تراديشنال انسولين، يعني الانسولين التقليدي متوقف استخدامه من 1970 بس الكتاب كده. التراديشنال انسولين ده بقى اللي هو ايه؟ قلت لك اللي هو كان بيستخلص من الحيوانات، يعني كانوا بيعملوا ايه؟ يجيبوا بنكرياس حيوان، بنكرياس، ويبداوا ياخدوا الخلاصه بتاعت الايلتس اوف لانجهانز بتاعته وينقوها على قد ما يقدروا، واللي يطلع معاهم يعدوه في ازايز. فاهم قصدي ايه؟ يعني كان بيجيب بنكرياس حيوان ويعمل منه سسبنشن وينقيه على قد ما يقدر على حسب طرق التنقيه اللي كانت عندهم في الستينيات والسبعينيات يعني، ويعديها لك في ازاز من غير مشرح. انت متوقع اللي هيطلع لك في الازازه دي هيبقى انسولين عامل ازاي؟ زباله وابن 60، هيبقى انسولين زباله، هيبقى مليان شوائب ومليان قرف. صح ولا غلط؟ فاهمين يا ابني؟ اه كانوا بيسموا ده التراديشنال انسولين، وهو ده اللي كان مطلع السمعه الوحشه بتاعت الانسولين انها بتعمل حساسيه وانها بتعمل انفكشنز وقرف من ده. انا بكلمك عن الانسولين بتاع زمان، هو اللي كان كده. وطبعا زمان كان الاكبر مشكله عندهم ان هم يشوفوا حيوان الانسولين بتاعه شبه الانسولين البشري او على الاقل قريب، فلقوا اكتر حاجه قريب من انسولين البني ادم انسولين الخنزير اللي هو البورك انسولين، اللي هو البورك انسولين اللي هي برينس والكلام ده يتحفظ. لان طبعا البورك فيه حرف الاو ما تنساش، البورك بيختلف في وان امينو اسيد، بيختلف في وان امينو اسيد عن الانسان، وهحفظك حاجه دلوقتي. انما بالمره هم برضو كانوا شافوا من الحاجات القريبه من البني ادم البقر، انا قصدي الانسولين بتاعه يعني. يعني البيف انسولين، البيف في اي اي كان مختلف في 3 امينو اسيد. يبقى انا بقول لك ان الباشمهندس الخنزير كان الانسولين بتاعه مختلف في امينو اسيد واحد عن مين؟ عن البني ادم، تمام؟ مختلف في امينو اسيد واحد، والبقر كان مختلف في 3 امينو اسيد. فلما كانوا بيحاولوا يعني يعملوا انيمال انسولين كانوا بيعتمدوا اكتر على البرك، على الخنازير. صلي على النبي، عايزك تحفظ الهوله دي، احفظ كلمه ات. سهله خالص اهي. ات ات ازاي يعني؟ يعني عايز اقول لك الفرق بين الخنزير والبني ادم في الانسولين. فاكرين شكل الانسولين امبارح؟ كان عامل ازاي؟ مش قلنا الانسولين عامل كده اهو؟ مش عارف يعرف. الانسولين كان عامل كده 21 امينو اسيد و30، مش كان الانسولين عباره عن اثنين تشين؟ الفا تشين وبيتا تشين 21 و30، مش كده؟ الفرق بين البقر وبين الخنزير وبين البني ادم في امينو اسيد واحد. ان البقر عندهم في البيتا تشين امينو اسيد اسمه الانين، البقر عندهم الخنزير قصدي عنده الانين، والهيومن عنده حاجه اسمها ثريونين، والهيومن عنده ثريونين. يبقى انا بقول لك الفرق بينهم في امينو اسيد وحيد، ان الخنزير في البيتا تشين في امينو اسيد اسمه الانين في الوضع 21، مش مشكله الوضع يعني، عند الامينو اسيد 21 ده الانين في الخنزير وثريونين في الهيومن. حد يطلع بفكره حلوه؟ انا بقول لك الفرق في امينو اسيد واحد، الانين في الخنزير وثريونين في الهيومن. لا لا ما عندي يا دكتوره، خليكي قاعده في الباب ما حدش يخش. يا دكتور خليكي قاعده ما تدخليش حد. بصوا يا دكاتره، يبقى انا بقول لك دلوقتي ان انت عندك في الانين في الايه؟ في الخنزير وفي ثريونين في الهيومن، هتقوم انت عامل ايه بقى؟ انا بكلمك عن بقى التسعينيات و2000 عندك موليكولار تكنيكس عاليه قوي، انت تقدر ببساطه انك تقص من الخنزير، تقص الايه؟ الالانين وتحط مكانه ثريونين. انت كده قلبت البرك هيومن، افتكر دي انت كده قلبت البرك هيومن خلاص. فاهمين قصدي ايه؟ عشان خاطر لازم تبقى فاهم ان كل الانسولينات الموجوده في الصيدليه دلوقتي اللي اهالينا بياخدوها دي وقرايبنا دي كلها اسمها هيومن انسولين. يعني ايه هيومن انسولين؟ يعني انسولين ايدنتيكال للبنكرياس بتاعك بيطلعه. فاهمين يا ابني؟ ما انا قلت لكم مليون مره ان السلوم قرع ما بيعرفش ابوه. يعني لو اي حاجه غريبه عن الجسم دخلت المناعه هتتعرف ان هي حاجه اب نورمال وهتعمل لها
رياكشن. عشان كده قلت لك الانسولين بتاع زمان الحيواني ده كان بيعمل الرجي. الرجي المناعه مش هتسيبه ان شاء الله، لو مختلف في نص امينو اسيد المناعه بتعتبره حاجه فورين وتعتبره انتيجين وتهاجمه. ثاني حاجه، يبقى انا بقول لك دلوقتي افتكر حكايه التراديشنال انسولين ده، زودوا لي سطر كده الله يكرمك، معلش حوالي في زيادات، فزود سطر كده. مصطلح اسمه المونو كومبوننت، مونو كومبوننت او هايلي بيوريفايد انسولين تحت الانيمال، يعني ده تبع الانيمال انسولين مع الانيمال. زود كده مع الانيمال حاجه اسمها مونو كومبوننت، ما يبقاش كلام ده مونو كومبوننت. مونو كومبوننت بتلاقوا مونو كومبوننت، وبين قوسين كده بيسموها هايلي بيوريفايد، هايلي بيوريفايد انسولين. يبقى المونو كومبوننت او الهايلي بيوريفايد انسولين اللي هو المصفى لاخر خط زيت الذره في الاستاذ. بص يا حبيبي اكتب بقى كده جنبها، ده كان عباره عن تراديشنال انسولين. تراديشنال انسولين يعني هو انسولين حيواني، تراديشنال انسولين ويز برو انسولين الشوائب يعني. طب دي هتوصل ازاي دي يا عيسى؟ استني وانا داخل يا حبيبي. صعب قوي. بص بس. والله العظيم انا اسف والله يا جدعان، والله العظيم يعني. مش كده برضه؟ اصل انا بنظم الموضوع. انت تحت ايه؟ حد ياخد شطه. ايش اللي فكره والله العظيم يعني يا خراب على الاحراج يا رابي سوء. استنيت كده الكره والله حتى الصبح كده كده. على فكره الشوائب اللي بتبقى موجوده في الانسولين الحيواني بتبقى مشكله، مش البروتينات الحيواني، على شويه برو انسولين على قرف مين ده يعني. فمعدل الشوائب في الهايلي بيوريفايد ده، انا عايز اقول لك الهايلي بيوريفايد ده، ده كان اقصى ما توصلت اليه التكنولوجيا في السبعينيات والثمانينات في تنقيه الانسولين الحيواني. يعني عملوا انسولين حيواني شديد النقاء على قد ما يقدروا، اللي هو كان معدل الشوائب فيه اقل من 10 بي دي ام. هتاخدوا بعد كده في الكورس ان معدل قياس الشوائب، وحده قياس الشوائب اسمها البي دي ام. بارت بالمليون بالظبط كده، بارت بالمليون يعني جزء في المليون، فاهمين؟ يعني شائبة في كل مليون جزء. طبعا ده إلى حد كبير نقي معاه، برضه ما عادش الكلام ده حد بيستخدمه، بس بيحبوا يسألوا الكلام ده في الأورال. يبقى اعرف الهايلي بيوريفايد اللي بيدلعوه منه كومبوننت ده عبارة عن تراديشنال انسولين ويز برو انسولين ليفل أقل من 10 بارت بالمليون، أقل من 10 بي بي ام، ما يشتغلكش في الأورال. حيواني برضه حيواني، ده مش هيومن، فاهمين الكلام؟ انا قصدي لازال معاه مشكله الحساسيه، مشكله الانفكشن، مشكله كل الكلام ده. خلاص؟ صلي على النبي. قام جم بعد كده ربنا وفقهم، بصوا لي بقى ايه؟ جم بعد كده ربنا وفقهم وعملوا بقى الانسولين اللي احنا بناخده. اللي هو الانسولين الهيومن اللي هو تركيبه بالظبط زي هيومن انسولين. طب ده عملوه ازاي؟ طبعا حاليا بيتعمل زي ما اي حاجه ثانيه بتتعمل، انتوا عارفين كل الهرمونات، كل الفاكسينز، كل التغلبنا ده بيتعمل بايه؟ جينيتك انجينيرنج، يعني بالدي ان اي ريكومبلنت تكنولوجي. يعني يا حبيبي هم عارفين الجين اللي بيعمل الانسولين في جسمك، هم عارفين الجين ده، يروح جايب لك يعمل الجين ده، يعمل اخوه بالظبط ويحطه جوه ييست او بكتيريا او فيروس زي ما تاخده في المايكرو، ويبدا الجين ده يتكاثر جوه البكتيريا ويبقى امبليفايد ويبقى ملايين النسخ. بقى عندك ملايين النسخ من الجين، والجين يمارس هوايته في ان هو ينتج انسولين، هيطلع تيبيكال انسولينك، ما هو نفس الجين. اروح انا انقي الانسولين ده وانعبيه في ازايز زي ما بعمل اي هرمون تاني. جينيتك انجينيرنج يعني بالدي ان اي ريكومبلنت تكنولوجي، دي الطريقه البوبولار دلوقتي اللي هي بتطلع بكميات كبيره قوي، بكميات تجاريه، كميات تكسب الشركات. انما في طريقه ثانيه هتكتبها بس هي بتطلع بكميات اقل، اللي انت قلتها فوقك من شويه. يعني اكتب جنب كلمه باي دي ان اي ريكومبلنت تكنولوجي ومكتوب عندك الهيومن انسولين. هيومن انسولين مكتوب بيتعمل بريكومبلنت دي ان ايه مش عارف ايه، شايفين؟ اكتب جنبها او موديفيكيشن اوف بورك انسولين. الطريقه الثانيه عن طريق الايه؟ الموديفيكيشن اوف بورك انسولين، فاكرينها؟ لما قلنا نقص الالانين ونحط مكانه فيريونين، مشكلتها طبعا انها مش هتطلع بكميات كبيره. انت تقعد تربي خنازير ومزارع خنازير وتذبح الخنازير وتاخد بقى الادب يعني.
المهم يبقى انا بقول لك ده الهيومن انسولين. اوعى تنسى ايه مزايا الهيومن انسولين؟ مزاج داع. يعني لا الجسم هيتعرف عليه ولا هيحصل سايد افكت ولا اي قرف منه. فاهمين الكلام؟ طيب صلي بينا على النبي. اوعى تنسى برضه عشان ما تفهمش غلط، يمكن بعضكم يكون واقف في صيدليه ولا حاجه يقول لي بس ده الانسولين اللي في الصيدليه اشكال كتير قوي. حتى العيان الجاهل اللي ما يعرفش حاجه بيخش لك الصيدليه يقول لك انا عايز انسولين رايق، انا عايز انسولين معكر، انا عايز ميكسيتارد. طب تشوفوا مش عارفين اصلا حتى الكلام ده. يعني عايز انسولين مستورد، انا عايز انسولين عادي. انت شكلك عارف اسامي الادويه يعني ليك الصيدليات يعني. انما انا قصدي اقول لك ايه يا جدعان، انا قصدي اقول لك كل الانسولينات الموجوده في السوق كلها بلا استثناء اللي اشرحها دلوقتي كلها في الاساس هيومن. يعني هي كلها هيومن انسولين، وتقدر ايه اللعبه اللي هنلعبها فيها بعد كده، بس هي هيومن اصلها هيومن. امين والله. حلو، يبقى انا قلت لك ده الهيومن انسولين. طبعا الجديد في الامر ان هم بداوا يعملوا حاجه اسمها الانسولين انالوجز. يعني ايه الانسولين انالوجز؟ الكلام ده بدا من بعد سنه 2000 وكان برضو بدايته بالصدفه اللي هو ايه صلي بينا على النبي. هم اكتشفوا حاجات ظريفه قوي. يعني مثلا بص اللي هرسمه ده وهتزوده عشان مش مكتوب عندك، بس يا دناي هتلاقي مكتوب عندك تحت حاجه اسمها الانسولين انالوجز شايفينها، وهتلاقي مكتوب كلام سيمبل خالص ان هم عن طريق ان هم لعبوا في بعض الامينو اسيد في تركيب الانسولين. لعبوا ده سنسيتيكال يعني لعبوا في التركيب في المعمل، لعبوا في تركيب الانسولين، شالوا امينو اسيد حطوا امينو اسيد، بدلوا امينو اسيد مكان امينو اسيد. منجز الكلام قعدوا يلعبوا بعض الالعاب في الانسولين، اكتشفوا ان الالعاب دي حسنت من خواص الانسولين. ازاي يعني؟ يعني صلي على النبي عشان تفهم. يعني مثلا الانسولين الاكثر شهره في الانالوجز هتلاقي مكتوب عندك انسولين انالوجز ومسال عليها ليسبرو واسبرت شايفينه، او انسولين ليسبرو وخلاص. ليسبرو ده مثلا بص يا دكتور، بص يا عم الحاج، لو ده كده الانسولين اهو الفا وبيتا، لو ده الانسولين الفا وبيتا، الباشمهندس انسولين في الوضع 27 و28 اللي هو مش دي 30 امينو اسيد، في الوضع 27 و28 احفظ لب. احفظ ايه؟ لب. يعني انت عندك هنا لايزين وبرولين، انت عندك 27 28 ايه؟ لايزين برولين، دي اسامي الامينو اسيد. فاهمين الكلام؟ قام جاي واحد ابن حلال قال لك انا مش عاجبني اللب انا هخليها بل. فاهمين؟ سويتش وذ ايتش اذر، يعني غيرهم مكان بعض. لما خلى اللب بل لاحظ ان الانسولين الجديد ده شديد الصوليبيليتي. يعني ايه شديد الصوليبيليتي؟ يعني بدل ما كنت احقن الانسولين واستنى نص ساعه لما يشتغل، ده بيشتغل في 5 دقائق. يعني الكونسيبت بتاعه بقى اسرع من الانسولين العادي. فاهمين والله؟ يعني اذا هم لما لعبوا شويه العاب في تركيب الانسولين حصلوا على انسولينات بخواص افضل. يعني مثلا واحد زي ده طلعوا بانسولين فيري فيري رابيدلي اكتنج، بيشتغل بسرعه جدا يسعفني فين؟ لا لغوني، يسعفني في الطوارئ. فاهمين قصدي ايه؟ معاه. وبعد كده عجبتهم اللعبه قال لك طب ما زي ما عملنا. طبعا ده كده اسمه انالوج. انالوج هو شبه الانسولين الطبيعي بس مع فرق بسيط، ويحمل الريسك اوف ارج بدون شك، ويحمل الريسك اوف ارج ده مش فيها كلام، وان كان ريسك قليل قوي بس فيه. معاه. خد كمان قال لك طب ما دي حلوه دي، زي ما عملنا انالوج يبقى سريع المفعول قوي، وانا محفظكم الترم الاولاني كل ما الدواء يبقى سريع المفعول يعني كل ما يبدا بسرعه كل ما ينتهي. فالليسبرو ده كده، الليسبرو ده يبدا بسرعه جدا بس ينتهي بسرعه جدا. قال لك طب الصلاه على النبي، زي ما عملنا رابيدلي اكتنج انالوج، طب ما نلعب لعبه ثانيه واعمل لي انالوج بقى ممتد المفعول قوي. وعملوا لو تعرفوا الانسولين اللي في الصيدليه اللي اسمه لانتوس، حتى المرضى عارفينه لانتوس. لانتوس الالم، الم اللانتوس، الم اللانتوس ده الماده الفعاله اللي فيه حاجه اسمها انسولين جلارجين. انسولين جلارجين والله العظيم انالوج برضه، انا لو برضه ملعوب برضه في تركيب الانسولين عشان اطلع بانسولين يتحقن دلوقتي يغطينا 24 ساعه ايفن مور. 24 ساعه يعني هو شكه واحده. يبقى همليك اللي عايز امليه لك بقى. اكتب تحت في النوتس اللي تحت، اكتب في النوتس اللي تحت انسولين ليسبرو، انسولين ليسبرو باي سويتشنج برولين اند لايزين by switching برولين and لايزين in the beta chain. in the beta chain
الجبان. عجبتهم اللعبة أكتر وأكتر. بص يا برنس، قال لك خد بالك، هو عارف إيه اللي مبطئ مفعول الإنسولين؟ هو ابن الذين أهو، يعني البرولين في المكان ده، البرولين في المكان ده هو اللي مبطئ الامتصاص أو مقلل الامتصاص. فعشان كده لو شلته من المكان ده الامتصاص بيزيد. فمثلا جه واحد قال لك أنا بديله مع اللايزين أشيله من المكان ده يعني، جه واحد تاني قال لك أنت هتقرفنا ليه؟ طب ما تشيله خالص ارميه في الزبالة، بس كده هيبقى الاستراكشر مش ستيبل، هو ناقص أمينو أسيد. وراح حاطط مكانه أسبارتيك أسيد، وراح حط مكانه أسبارتيك أسيد، وراح مسمي الإنسولين إنسولين أسبرت، وراح مسميه إنسولين أسبرت. فاهمين حاجة والله؟ فاهمين؟ يبقى شال البرولين وحط مكانه أسبارتيك أسيد وعمل إنسولين أسبرت. اكتب يا طبعا حبايبنا ال 50 و 60% تنزل في الدواسة ولا كأنك بتسمع حاجة. فكلام جد والله؟ لا لا كلام جد. يعني الاخ اللي هو اقصى هدفه من السنه انه يطلع مقبول، انت مالك بالكلام ده؟ كلام دكاتره ياه، انت مالك؟ انت بتمسح له المكتب انت بعد ما تخلص. المهم اكتب يا حبيبي، يبقى الانسولين اسبرت، انسولين اسبرت باي باي اكسشينجينج باي اكسشينجينج اسبرتيك اسيد انستيد اوف برولين، اسبارتيك اسيد انستيد اوف برولين. يعني شال ده وحط ده. بقول لك ايه، خد بقى الاثنين دول بقوس وسميهم رابيدلي اكتنج، وهم دول بقى رابيدلي اكتنج اللي يبداوا بسرعه ينتهوا بسرعه. دول يبداوا بسرعه اسبارت اسبارت والليسبرو، الاثنين دول يبداوا بسرعه ينتهوا بسرعه. تبقوا في ايه؟ الجو حر فجأة ما تفهمش ليه. المهم تمام. طب انزل تحت اكتب بقى الترا لونج اكتنج او لونج اكتنج. يعني مش احنا عملنا اتالوجز رابيدلي اكتنج بس بتنتهي بسرعه؟ طب ما انا عايز الترا لونج اكتنج ينفعني في الوقايه. مش احنا قلنا الرابيدلي اكتنج ينفع في الطوارئ، واللونج اكتنج ده يغطي لي اليوم كله. هرسمه لكم كمان شويه، هنعرف حكايته بالتفصيل. يعني لما اكتبه اسما دلوقتي الترا لونج اكتنج او لونج اكتنج وخلاص، هما بيسموه الترا لونج اكتنج، الاثنين لونج اكتنج قوي. اكتب كده، ده الانسولين جلارجين، انسولين جلارجين، انسولين جلارجين. اكتب جنبه بالقوسين كده بيكلس، بيكلس ملوش بيك يعني، هقول لك يعني ايه بس اكتب لحد ما اشرحها لك. بيكلس باك جراوند ثيرابي، بيكلس باك جراوند ثيرابي، اكتب جنبها ام سي كيو. بيكلس باك جراوند ثيرابي، اكتب جنبها ام سي كيو. هقول لكم يعني ايه، انت انا الطب اللي متعبكم قوي ومش عارف اتنام او مش فاهم معنى الكلمه. هقول لكم دلوقتي، صلي بينا على النبي. يبقى احنا كده قلنا حاجه اسمها سورسز اوف انسولين. دكتور ولا الانسولين بيجي منين؟ يا اما حيوانات وده خلاص، يا اما الهيومن انسولين قلنا بيجي بالدي ان ايه وعند الاتحاد او الانالوجز. الانالوجز ده هيومن برضه بس ملعوب في تركيبه. تمام. السؤال بقى الاكثر شهره من ده، حكايه السورس والكلام ده ما يجيش اكتر من اورال. انما اللي ممكن يجي نظري لو قال لك بريباريشنز اوف انسولين، ده بقى اللي تركز فيه يا دكتور، ده اللي عيب تكون مش عارف. انواع الانسولين في الصيدليه، لما قريبك يقول لك انا باخد ميكسيتارج، والتاني يقول لك انا باخد هيومولين ان، والتالت يقول لك انا باخد لانتوس، وانت كان معتاد نفس الضحك البلاهه الى بلا حدود بلا حدود. المهم يعني ركز يا حبيبي، حتى ابوك تخلى عن البلاهه دي اسبوعين يا اخي. ركز يا حبيبي، افتح بقى كده بريباريشنز اوف انسولين المره الاخيره، وحياه ابوك بتلبخ بينهم في الامتحان. لو جه مره قال لك بريباريشنز اوف انسولين ما تكتبلوش تراديشنال وهيومن ومش عارف ايه، دي اسمها سورسز. امال ايه بريباريشن؟ انواع الانسولين. اقول لك على حاجه، العيان الجاهل يا دكتور اسمعني بس والنبي، العيان الجاهل بيبقى اللي هو يعني مش متعلم او حتى مش دكتور، بيبقى فكرته عن الانسولين ان في انسولينين، سيبك من مصر ومستورد اي نوع فيهم يعني. يقول لك الانسولين يا جاي يا معكر، يخش لك الصيدله يقول لك انا عايز تنزل انسولين معكر، انا عايز انسولين رايق، وانت لا فايت حكايه رايق ولا حكايه معكر. تابعونا بعد الفصل. بص على السبوره بقى، اول حاجه احنا مقسمين الانسولينات حسب الديوريشن اوف اكشن، مقسمين الانسولينات حسب الديوريشن اوف اكشن الى انواع مختلفه. ركز يا عم الحاج، اولا يلا شلني رابيدلي اكتنج، رابيدلي اكتنج بالعربي يبدا بسرعه قوي وينتهي بسرعه قوي فيسعفني في الطوارئ. الاغلى، الاغلى اطلاقا في الانسولينات ده انالوج، مش قلنا عليهم انالوج؟ ده مش انسولين خام كده، ده انالوج مكتوب عندك زي الاسبرت وزي الليسبرو، وفي حاجه اسمها الجلوليزين كمان بس كفايه الاسبرت والليسبرو معاه. يبقى زي الانسولين اسبرت والانسولين ليسبرو. على فكره هدهشك وهخضك كمان شويه، هقول لك الارقام حفظ. المهم يعني
بس هقول لك ايه اللي بتحفظه في الارقام، تيجي امسكيه والله هضحك عليك واقول لك ما بتجيش. ركز يا حبيبي، يبقى انا بقول لك ان في رابيدلي اكتنج، تمام؟ يبقى اول حاجه في رابيدلي اكتنج، ربنا وفقهم بعد كده وعملوا شورت اكتنج. شورت اكتنج، بص يا عم الحاج، عندي شورت عشان نخلص بقى، وعندي انترميديت، وعندي لونج، صح؟ ماشي، احفظ رص الجدي. رص الجدي، النهارده كلها حيوانات، خدنا خنزير وخدنا بقره، جدي لا يعني، يبقى رص الجدي، وزود معايا. ايه بقى رص الجدي؟ ركز يا حبيبي. الشورت رص، الشورت رص. رص اي ال جي دي اي. عندك بشوف لي يا حبيبي، انا بقول لك اهو. جي دي اها، رص ال جي دي اي. خلاص ده شورت انترميديت لونج. معايا؟ اب في السريع. شورت ده اهو. شورت ده اهو اللي مكتوب عندك ريجولار. ركز بقى انا بكلم دكاتره يا ار. ريجولار ده اللي احنا بندلعه نيوترال. اللي احنا بندلعه سوليبل، لو في عندك اسم ناقص زوده. ريجولار ده اللي بنسميه نيوترال. اللي بنسميه سوليبل. اللي بنسميه كريستالاين، مكتوب عندك كريستالاين، زود كريستالاين. اللي بنسميه اكواس، انسولين مائي، ريجولار انسولين. بقول لكم ايه، ركزوا، انا مش عايز بتاع الصبح. ريجولار انسولين، بقول لك ريجولار ده ليه اسامي دلع. ريجولار ده ليه اسامي دلع. ريجولار بيسموه نيوترال، بيسموه سوليبل. سوليبل مش ده مكتوب عندك؟ زود بقى كريستالاين، بيسموه كريستالاين. اختلاف الصفوره، كريستالاين، كريستالاين اهو. هو اللي بيقول لك كريستالاين. واخر حاجه بيسموه اكواس، مائي. اكتب جنبه بالعربي اهو، ده رايق. ده النوع الوحيد اللي رايق. ده النوع الوحيد اللي رايق. يا دكتور انت وهو اسمع، انا عايز اقول لك الانسولين المائي ده اللي هو الرايق، اللي هو الاول. بس قبل ما اقول، زود عندك اسم تاني، نوع تاني مش مكتوب، يعني مش مكتوب عندك ريجولار. اكتب تحته رقم 2 نوع اسمه سيمي لينت. سيمي لينت، مش انت عندك ريجولار؟ اكتب تحته نوع اسمه سيمي لينت. سيمي لينت، سيمي لينت انسولين، صح؟ معاك؟ يبقى كده عندك الشورت اكتنج كم نوع؟ 2، رص ريجولار والسيمي لينت، وهما الاثنين رايق، هما الاثنين رايق. دكتور انت وهو عشان تفهم عم الحاج، الانسولين ده اهو، ده بقى نسخه من اللي بيطلع من البنكرياس. ده زي الانسولين اللي بيطلع من البنكرياس بالظبط، اخوه. انتوا متابعين ولا ايه؟ ده الانسولين الرايق، ده الانسولين الرايق اللي عندي بقول لك عليه المائي. عايز اقول لك على حاجه وهقول لك عليها كمان شويه ليه، والعبقري يقول لي ايه؟ علم عندك طبعا، انتوا عارفين كمعلومات عامه، اسمع يا دكتور ورا، كمعلومات عامه كل انواع الانسولين بتتاخد عضل ولا وريد؟ سبكوتينيوس. تحت الجلد، تحت الجلد. الانسولين بيتاخد تحت الجلد يا اخويا، معايا؟ ام سي كيو، اسمع بقى، ام سي كيو. الانسولين الوحيد اللي ينفع يتاخد وريد هو الرايق. علم عليها. الانسولين الوحيد اللي ينفع يتاخد اي في الامرجنسي زي الغيبوبه وكده هو الرايق ده اهو. وهقول لك ليه كمان دقيقه. هو انا هتعشم في دماغك كده تقول لي ايه؟ ام سي كيو، معايا؟ دي مقاتله في الام سي كيو. النوع الوحيد اللي بيتاخد اي في هو الريجولر، وبالتالي هو النوع الوحيد اللي ينفع في الامرجنسي كوريد، كوريد. امال الليسبر والحاجات اللي فوق ما تنفع، بس تحت الجلد. معايا؟ طب صلي على النبي، ركز يا عم الحاج. بعد كده قام ربنا وفقهم وقال لك ايه؟ قال لك الرايق ده اهو بيشتغل بسرعه وينتهي بسرعه، صح؟ عشان امشي عليه العيان هيحتاج يشكشك نفسه كذا مره في اليوم، لان البتاع ده ما يعني تاثيره قصير، فاهمين قصدي ايه؟ قال لك طب انا عايز اطول مفعوله سن. راح جايب لك حاجه اسمها انترميديت وحاجه اسمها لونج. بالله عليك لا تفهم يا اخي، سواء الانترميديت او اللونج الفكره واحده، عشان ما توجعش دماغك. سواء انترميديت او لونج الفكره واحده، هما في الاصل ريجولار. يعني الانترميديت واللونج هما في الاصل رايق، ومحطوط عليهم ماده مبطئه ريتاردنج ايجنت، يبقى هما في الاساس ايه؟ ريجولار، وتحط عليه ريتاردنج ايجنت. ريتاردنج ايجنت، ريتاردنج ايجنت دي على حسب رسالتها. عارف يعني ايه ريتاردنج ايجنت؟ يعني تبطئ امتصاصه، تخليه بدل ما يتمص في ساعه يتمص في سته، يتمص في ثمانيه، فمفعوله يبقى اطول. فاهمين قصدي ايه؟ يا دكتور، وكل ما تبقى الماده المبطئه ارزل، كل ما يبقى الانسولين اطول في المفعول. صح ولا غلط؟ يعني اذا الفرق بين الانترميديت واللونج، هل نوع الانسولين؟ يا سيدي والله ايه ده؟ ده الفرق بينهم نوع الماده المبطئه. على
فكرة يا دكتور انت وهو المادة المبطئة هي اللي بتعكر لك المحلول. الانسولينات دي بقى اكتب جنبها ده العجل ده المعكر بقى الانترميديت واللونج والحاجات دي. ما قلنا الوحيد اللي رايق هو الريجولر. الوحيد اللي رايق اتعلم الكلام ده نفسك ابلاي خليك دكتور تبقى عارف الحوارات دي تمام. يبقى اقول لك الباقي ده كله ايه معكر معكر. انا بقول لك الماده المبطئه هي اللي معكره المحلول. لو حد فيكم شاف ازازه انسولين مندي تلاقي قدامك ازازه فيها ميه معكره كده وفيها شوائب كده ليه فيها شوائب كده حتت كده بيضه تحت يقول لك لازم ترجها قبل ما اهو ده معكر. انا بقول لك الماده المبطئه هي اللي معكره المحلول. عايز اقول لك ليه بقى الانواع دي يا اسطى اللي هي الانترميديت واللونج وخلافه ما ينفعش تتاخد اي في. اي حد فيكم بيفكر هيقول ريجولر انسولين ما فيهوش مشافه وقلنا بتاخد وريد اكيد المشكله في مين؟ في الماده المبطئه. انا بكلم دكاتره كل انواع المواد المبطئه. اسمع هايلي امبوليك هايلي انافيلكتيك. كل انواع المواد المبطئه هايلي امبوليك هايلي انافيلكتيك. فاهمين يعني ايه؟ احلى حساسيات احلى جلطات. وبالتالي اذا كانت هتعمل حساسيه يبقى تتاخد تحت الجلد احسن عشان تبقى حسيتها بسيطه واكتشفها بدري بدري. انما لو اخدتها وريد زي ما خدت في المايكرو هيحصل انافلكتيك شوك. هيحصل انافلكتيك شوك وهتموت الف مره. فاهمين الكلام؟ غير انها بتقفل الاورده يعني ممكن تعمل لك امبوليزم. معايا ولا ايه؟ يبقى لو سالك في الاورال هو ليه ما ينفعش ادي الانترميديت وريد؟ طب اللونج اكتنج ليه مش وريد؟ مش بسبب الانسولين بسبب الايه؟ الريتاردنج ايجنت. بسبب الريتاردنج ايجنت. هايلي امبوليك هايلي انافيلكتيك. صحصحوا معايا فاهمين الكلام؟ طيب عندك اساميهم يعني مثلا الانترميديت هتلاقي مكتوب عندك زي شديد الشهره الايزوفان اللي بيدلعوه ان بي اتش. قصدي شديد الشهره عند الدكاتره مش دعوه بيك يا حبيبي. ايزوفان الشهير بالان بي اتش الايزوفان او الان بي اتش انسولين. معايا عم الحاج؟ هيومولين ان ده الان بقى. معايا عم الحاج؟ تلاقي كده انا باخد هيومولين ان هيومولين ان ما هو فيه حسب نوع الشركه يعني مشهور قوي في مصر هنا حاجه اسمها الهيومولين. تلاقي ازاز ده انسولين هيومولين ده تلاقي هيومولين وجنبه ان هيومولين وجنبه ار هيومولين وجنبه 70 30 قال لا تبقى تحس انها تعويذ وتخاف تقراها احسن تقلب قلبه ولا حاجه. لا يا اخويا الحاجات دي نوع الانسولين. يعني الهيومولين ان ده مين؟ ده الانترميد او ده الانترميد ما علينا مش الصفر صلى على النبي. يا دكاتره الريتاردنج هو احنا ما كانش عندنا في الجنرال كان لا اللي هو البرونجيشن اوف اكشن اوف دراجز مفيش. بص يا دكاتره فكره تطويل مفعول اي دواء فكره تطويل مفعول اي دواء ايه؟ انا عايز اطول مفعول دواء. ابسط طرق ابسط طرق ابسط طرق ان المفعول يطول ان الحقنه اللي بحقنها تحت الجلد دي بدل ما تخش الدم كلها بسرعه وبالتالي تشتغل بسرعه وتنتهي بسرعه طب ما انا احط معاها حاجه تخليها تخش الدم ببطء شديد سنه بسنه وبالتالي تفضل قاعده متخزنه تحت الجلد فتره اطول. هي دي الفكره. الريتاردنج ايجنت كده. الريتاردنج ايجنت مواد سواء زي الزنك زي البروتامين زي بعض انواع الزيوت تمسك في الدواء وتقعد تحت الجلد وتخليه يخش السيركوليشن نقطه بنقطه وبالتالي بدل ما يخلص بخ لا يقعد 6 7 8 ساعات ايفن مور. فاهمين الفكره؟ ما دي فكره الريتاردنج ايجنت. بس كل حاجه ليها مكسبها وليها خسارتها يعني. فدي خسارتها ايه؟ هايلي امبوليك هايلي انافيلكتيك احنا قلنا. فاهمين؟ يبقى انا قلت لك دلوقتي الحاجات الانترميديت بقى عندك زي الايزوفان زود اسم مش عندك اسمه اللينت. لينت انسولين. لينت انسولين. اهو في الانترميديت. الانترميديت عندك ايزوفان اكتب تحته لينت. مش قلنا الانترميديت ال اي ال اي ال ال اللي هو لينت انسولين معاك؟ اب بعد كده ركز يا سيدنا. على فكره انا مش عايز تفاصيل فيهم يعني لو عرفت لي بس كلمه ايزوفان ان بي اتش اسما خلاص. انا قلت لك علم على ايه اللي يهمني يعني فوق في الريجولر حكايه اي في والوحيد اللي ينفع يتاخد مش عارف ايه. علم بس على اللي بقوله. بقيت التفاصيل دي ما تهمناش ولا تسال عفوا نفسك مش اكتر يعني. طب بعد كده صحصح يا دكتور امال بقى اللونج اكتنج. اللونج اكتنج فيه نوعين او ثلاث انواع. اول حاجه زي الجلارجين. فاكرين الجلارجين؟ قلت لكم عليه من شويه. انالوج انالوج لاعبين في التركيب وعاملين واحد شديد طول المفعول معايا وعملوا واحد زيه اسمه ديتيمير. ديتيمير يبقى وبرضه انالوج. يبقى الجلارجين والديتيمير هما الاثنين انالوجز. الجلارجين والديتيمير الكلام ده حفظ صمت. الجلارجين والديتيمير انالوجز.
امال بتاع زمان يعني هو ما كانش فيه لونج اكتنج زمان؟ لا كان فيه بس ما كانش انالوج، كان بالفكره اللي قلت لكم عليها من شويه، انسولين ومعاه ماده مبطله. يعني كانوا بيجيبوا الانسولين ويحطوا عليه ماده رذيله اسمها بروتامين وزنك. الحاجات دي مواد مبطله قوي، فكانت بتخلي الانسولين يقعد 24 ساعه. وراحوا مسميين الباشمهندس ده الانسولين زنك سسبنشن، يبقى الانسولين زنك سسبنشن لان الماده المبطله اللي فيه ايه؟ زنك. يا دكتور انت وهو ركز يا عم، اوعى تنسى وحات والدك، الناس الشاطره جلاردين والديتيميل هما الاثنين انالوجس، انما الانسولين زنك سسبنشن لا مش انالوج، مش انالوج ده انسولين مع ماده مبطله. مش انا من شويه مديتكم ام سي كيو قلت لكم هقول لكم هو الديكلس ده جراوند ثيرابي عندي، صلي بينا على النبي. انا هقولها من دلوقتي عشان ما اعيدهاش كمان شويه، هي جايه بس مش انا قلتها، صلي على النبي. ركز يا عم الحاج، يمكن انتوا عارفين النظام المشروب في اعطاء الانسولين. انا لسه هعلمكم على فكره حكايه ديكليس ومش عارف ايه مكتوبه عندك في الجدول هنا، بس انا هشرحها لك بس اهو. ركز يا عم الحاج. دكتور ركزوا ورا يا دكاتره واولادك، ركز يا حبيبي. اعتقد نصكم على الاقل عارف الطريقه المشهوره في اعطاء الانسولين. طيب ايه؟ برد؟ برد؟ انا عارف يا حبيبي انا مش راجل سامح حاجه. دور على طريقه هيعملوا اشياء لما يكون قلت لهم جو برد. لا 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 الجو حر. والله الجو حر. اه انا عارف وانا ماسك ليه؟ ولا انا جاي اخطب على ايه ولا جاي؟ صلي بينا على النبي. يبقى انا بقول لك دلوقتي يقول اسمع الناس تموت لو بص يا اخوانا، يبقى انا بقول لك دلوقتي صحصح يا ابويا. الطريقه المشهوره في اعطاء الانسولين ايه؟ عارفينها؟ العيال بياخد انسولين تلاقيه بياخد قبل الفطار وقبل العشاء. ولا مش عارفين ده؟ بيتشك شكه قبل الفطار وبيتشك شكه قبل العشاء. هقول لك الدوز قد ايه والكميه قد ايه بس حضرتك الفكره يعني مش كده؟ طب بقول لك ايه؟ اللي فيكم برنس هيقول انك تدي قبل الفطار وقبل العشاء جرعتين انسولين وخلاص، انا بكلم دكتور. هتقول لي الكلام ده محتاج واحد يبقى الى حد ما الباترن بتاع ارتفاع السكر عنده متوقع. يعني قصدي ايه؟ حاله مش خربانه يعني، حاله مش خربانه، هو معروف ان هو سكره عادي وبيعلى مثلا بعد ما يفطر بعد ما ياكل بعد مش عارف ايه، انما بقيه اليوم السكر معقول، طب وده بقى اللي ينفعه شكتين وخلاص. هو انت بنكرياسك جامد كده؟ لا هو انت بنكرياسك بيبخ لك بخ الانسولين الصبح وبخ الليل؟ البنكرياس بيطلع بخ اثنين وبقيه اليوم بينام؟ لا طبعا. عارف البنكرياس بيعمل ايه؟ انا هقول البنكرياس 24 ساعة بيطلع لك بيزل، بيطلع كمية بسيطة قوي، والكمية دي يبخ عليها زيادة بعد ما تاكل، بعد ما تاكل، يعني يديك بخة بعد الفطار، انسولين زيادة، بخة بعد الغداء، بخة بعد العشاء، مش ده اللي الانسولين بيعمله البنكرياس؟ ده بنكرياسك بيعمل كده، اسمع بقى، عشان كده أنت ربنا منظم لك السكر إيه؟ ألف، معايا؟ قام جه واحد ابن حلال، قال لك طب لماذا لا نحاكي الطبيعة؟ وحاجة طبيعة يعني ما نعمل زي البنكرياس. طب اعمل زي البنكرياس ازاي؟ انا عايز يبقى طول النهار عندي في الدم مستوى بيزل باك جراوند يعني ارضيه كده. هو انت لما تبني عماره بتعمل ارضيه وخلاص ولا بتبني فوقها؟ صح. قال لك خلاص يبقى انا اشوف لي انسولين، اشوف لي انسولين اديه يديني بيزل ليفل لمده 24 ساعه، فاهمين؟ مش عايزه يعمل بيكس، مش عايزه يعمل بيك، انا عايزه يفضل ماشي كده اهو، يفضل ماشي ارضيه كده. معايا؟ مرحبا بك في عالم اللانتوس اللي هو الجلاجين يعني، وده اسمه لانتوس في الصيدليه. الطريقه اللي هقول لك عليها دي بنعملها بعد ما نغلب، يعني لما حاله سكرها مش عاوز يظبط وبتلبخ في اكلها ولا عندها اي مشكله بتعلي السكر او بتاع وخلاص بقى حاجه مقرفه يعني، هروح عامل ده اللي هو ايه ده؟ تجيبها قبل النوم من شعرها وتروح مديها 10 وحدات لانتوس، 10 وحدات لانتوس ماشي قبل ما تنام. العشرة اللانتوس دول بيعملوا ايه؟ شغالين طول اليوم. باك جراوند، باك جراوند. بيكلس، دي هتعمل بيك؟ لا، لا بيكلس، مش كده؟ وبعدين اروح جاي عامل زي البنكرياس. هو بنكرياسك بيطلع انسولين رايق ولا عكر؟ رايق، مش كده؟ هروح انا اقلده. اجي قبل الفطار، قبل الغداء، قبل العشاء، اديها شكة انسولين رايق، رايق، رايق. والجرعة هقول لك نحسبها ازاي. غير اللانتوس. يبقى كانت الشكه كم مره؟ اربع مرات. اتفضل الهيد اللي بيتكلموا خليكم معايا هنا. يبقى انا بقول لك انت فاهم الطريقه دي؟
الطريقه دي العيان بيتشك فيها اربع مرات بس بتظبط السكر الف. بنعملها بالذات لما تبقى حاله محجوزه عندنا في المستشفى او كده. 10 وحدات ماكسيمم 20. اللانتوس ده اللي هو البيزل بتاع البنكرياس اعتبره كده. اللي هو من الاخر عايز يا دكتور يعني اللانتوس ده اللي هيظبط لك السكر طول اليوم. انما الرايق هو اللي هيظبط لك ارتفاعات السكر اللي بتحصل بعد الاكل. فاهمين الكلام؟ طب بين الاكل وبعضه السكر ما بيكونش عالي قوي. وبالتالي كفايه عليا اللانتوس الجلارجين. خليك دكتور ياه. فاهمين الكلام؟ الطريقه دي لا نلجا ليها الا في الحالات المقرفه. يعني ايه الحالات المقرفه؟ واحده عندها انفكشن، ست حامل، اي ستريس كونديشن الا صحيحه ولا لا، عشان لو جات لكم ام سي كيو، الست الحامل، جيستيشنال دايابيتس، الست اللي عندها سكر حمل او وات ايفر، او بلاش يا سيدي اقول لك على حاجه، بلاش سكر الحمل اجنك زياده. ست عندها 37 سنه جالها سكر تايب 2، 37 سنه حملت، كانت قبل ما تحمل كانت بتاخد اقراص، طب ساعه لما تحمل اكونتينيو على الاقراص ولا اقلب انسولين؟ اي ستريس كونديشن وقف الاقراص واقلب انسولين. اسمع الكلام تاني، اكتبها لنفسك اللي هو كبير. اي ستريس كونديشن وقف الاقراص واقلب انسولين، حتى لو كان تايب 2. الناس اللي حضرت معاه امبارح، هو تايب 2 ما بيستجيبش الانسولين؟ خدوا بقى بيستجيب، بس بيحتاج كميات ايه؟ اديها له يا حبيبي، اديها له مؤقتا على ما الاستريس كونديشن تعدي. انا ما بقولكش خليك ماشي كده مدى الحياه، الست دي لما تولد يبقى رجعها اقراص براحتك. هو انتوا فاهمين ليه الاستريس كونديشن؟ هو يعني ايه ستريس كونديشن الاول؟ ادرينالين بالظبط. بس ستريس كونديشن يعني الحاجه اللي بيزيد معاها الاستريس هرمونز. الستريس كونديشن يعني ايه؟ يعني الحاجه اللي بيزيد معاها الاستريس هرمونز، اللي يزيد معاه الكورتيزون والادرينالين والحاجات اللي بتعلي السكر دي. فاهمين الكلام؟ ستريس كونديشن بتشمل الانفكشنز، بتشمل الحمل، بتشمل الجراحات، داخل يعمل عمليه، الحاجات دي كلها ستريس كونديشنز. مش ايه؟ مش هينفع بعد الانسولين. يا دكاتره خد بالك انا بدي، بص هو كده كده ان عاجلا او اجلا البنكرياس بتاع التايب 2 مع الزمن بينتخ. واللي قصدك نفسها بس عايزين نقول النسبه بس الاحداث جايه كمان شويه، هنفيها كمان شويه اللي هي السكندري فيلير يعني. صلي بينا على النبي. يبقى انا بقول لك دلوقتي يا دكتور ورد، انا بقول لك اي ستريس كونديشن اقلب من اقراص دي انسولين. عارفين في الكيس بيجيبوها ازاي؟ اسمع دي، السؤال ده اقسم بالله ثابت في الكيس، الكيس الدايابيتس. يقول لك فوق اكيس اوف تايب 2 دايابيتس. كاتب لك فوق ان اكيس اوف ايه؟ تايب 2 دايابيتس. يقعد يسالك اسئله عاديه، نعمل ايه؟ مش عارف ايه؟ طلب التفكير، خد السؤال ده. يقول لك الحالة امبارح ديفلوبد جلوتيال ابسس. يمكن انتوا عارفين كمعلومات عامة مريض السكر بيطلع له ابسس كتير بالذات في الرجل وفي البطك وبتاع، في الفخذ وفي البطك، ده مكان مشهور قوي. فيقول لك ايه؟ ان الست ده ايه اللي كانت بتاخد اقراص ديفلوبد جلوتيال ابسس. سمع السؤال؟ يقول لك وات از ذا ريكومندد مانجمنت هير؟ مش هو قالك كده الجلوتيال ابسس ده انفكشن وبتبقى معتبره وبتبقى الوريه سخنه، اروح انا اعمل ايه؟ ستوب اورال شيفت تو انسولين جيف بروبر انتبيوتيك. هو ده اجابه السؤال. هيقول لك نعمل نقط، تقول له ايه؟ ستوب اورال شيفت تو انسولين مؤقتا، شيفت تو انسولين اند جيف اورال او ادي بروبر انتي بايوتيك. السؤال ده ثابت في الكيس، بيحبوه قوي. شوف انا قلت اهو وهيجي في الامتحان نصكم مش هيحلوا عشان ثلاث ارباع الليفل ما حدش كاتب حاجه. هو فاكر كده؟ هو يا عم ده احنا العلم في الراس يا استاذ مش في الكوره. لا يا اخوي. المهم انا بقول لك ان جالك في الكيس وقال لك جلوتيال ابسس قول له ستوب اورال شيفت انسولين وادي روبر انتبيوتيك. فاهمين الكلام ورا؟ خلاص صلى على النبي. غير ان على فكره في الحمله اقراص السكر دي كلها تراتوجينيك. اقراص السكر كلها تراتوجينيك بتعمل تشوهات في الاجنه. فممنوع الست الحامل في الاول تاخد اقراص. بغض النظر عن ان الاقراص مش هتظبطها. فاهمين قصدي ايه؟ طيب صل على النبي. ركز يا حبيبي. يبقى انا بقول لك دلوقتي احنا حاليا ماشيين بايه؟ حكايه فهمتوا عليه بيكلس باك جراوند مش كده؟ طيب ايه اللي بقى الصفحه؟ اوعى تنسى صحيح نسيت اقول لك. انا دلوقتي احنا قلنا كذا نوع، ركز معايا بس والنبي سلم. احنا كده قلنا كذا نوع. يعني قلنا والله في اللي رايق، في اللي معكر انترميديت، في اللي معكر لونج، وفي ايام سودا مش كده؟ طب دلوقتي العيان انا معايا عيان جديد، اما اجي اديله انسولين اديله انهي نوع؟ اقول له نقي؟
انسولينك في باقي وفي معكر؟ لا، الاغلب ان انا بعمل ميكس من شورت وانترميديت. ان انا بعمل ميكس من ايه وايه؟ من شورت وانترميديت، يعني لايق مع معكر عشان احصل على كده الحسنيين. الشورت الحاجه الحلوه بتاعته انه يبدا بسرعه، والانترميديت الحاجه الحلوه بتاعته لحقول طويل شويه يوصل 12 ساعه. فاهمين قصدي ايه؟ عشان كده كانوا بيعملوا ايه زمان مع الدكتور؟ زمان كانوا بيعملوا ايه؟ يروحوا يجيبوا ازازه رايق وازازه انترميديت ويقوم يسحب من دي ويسحب من دي. وبالترتيب ده على فكره زمان عملت كده، يعني كلير وبعدين معك. بالترتيب ده كنا بنسحب رايق وبعدين معك، ماشي؟ منجز الكلام، كانوا بيعملوا ميكس من الاثنين بنسبه ثلث وثلثين. فاهمين حاجه؟ يعني مثلا اسمع يا دكتور، لو انا كنت بقول للحاله يا برنسيسه انت هتاخدي 30 وحده الصبح و15 وحده بالليل، هعلمك ازاي احسب كمان دقيقه معايا. طب ال 30 وحده دي هتاخدهم من ايه؟ يعني انا بقول لك انا حسبت حالتي انها هتاخد 30 وحده الصبح و15 بالليل. 30 وحده دي من انهي نوع انسولين؟ ما انا قلت لك ياض هتاخدهم ميكس. هتاخدهم ميكس ازاي؟ ثلثينهم انترميديت وثلثهم رايق. يعني ال 30 وحده دول هيبقى 20 من معكر و10 من رايق. فكانت تجيب سرنجتها الزريبيو تسحب 10 وبعدين الزريبيو تسحب 20 وبعدين الزريبخ تروح ايه؟ حقنا نفسها. فكان جد تروح حقنا نفسها. طبعا عذاب قليل مش كده؟ جت الشركات قالت لك طب لما انت في الاخر بتخلط ثلث وثلثين، طب ما اخلط لك انا واطلع بالمصلحه. فاهمين؟ والله فكان ده الهدف يعني. قال لك انا اريحك واخلط لك وخلي الكل يرزق. وراحت عامله لك مخاليط الانسولين. مخاليط الانسولين اللي اشهرهم المكسيتارد. المكسيتارد 70-30 اعتقد الاسم موحي قوي. مكسيتارد 70-30 قمه الايحاء. مكسيتارد واضح ان هو ميكس، 70-30 واضح ان هو بنسبه 70% و30% يعني ثلث وثلثين. وهتلاقوا في انواع ثانيه في الصيدليه، 70-30 مكسيتارد، 70-30 هيومولين، نوفو ميكس 70-30. فاهم قصدي ايه؟ وتلاقي في ناس مخلطه بحاجات ثانيه، يعني مثلا ليسبرو مع طويل مفعول 75-25. في كذا طريقه للتخليط، بس الاشهر شورت مع انترميديت ثلث وثلثين. بتفضل ماشي على دي لحد ما عادش يظبط معاها. اوعى تنسى يا دكتور المكسيتارد ده بقى اللي بيتاخد صبح وبالليل، اللي قلت لك بنديه في الحالات المستقره في الاول بالذات. انما لو الحاله لبخت ينفع افضل ماشي كده؟ قلت لك لا، اديها بقى الطريقه دي الاربع شكات. طول ما محترمه نفسها شكتين بدات تنبخ اربع شكات. فاهمين يابا؟ اهضم الكلام لنفسك. فاهمين الدنيا ماشيه ازاي؟ طيب ما تنساش ان احنا لما كنا بنخلط زمان كنا بنخلط رايق وبعدين معقد. المهم بعد كده اكتب كده المكتوب عندك اللي هو الايه؟ الطرق بقى بتاعت الادمنستريشن. احنا قلنا خلاص احنا مقرر بقى طرق الادمنستريشن. الانسولين بيتاخد ازاي؟ في الجلد يا اسطى ما عدا قول له عشان اخلص بقى رايق ما عدا رايق يتاخد اي في. يتاخد اي في يعني ام سي كيو. اللي عندها ديابيتيك كيتو اسيدوز اللي هي غيبوبه السكر، الموضوع الحصه اللي جايه غيبوبه السكر. البنت جايه لك بالسكر في السماء ومغمى عليها، اقول لها انجيها انجيها خدي حبات ولا تحت الجلد؟ محلول بتاخد انسولين محلول معايا ولا ايه؟ فاهمين الكلام؟ ما يمنعش ان في طرق ثانيه لاعطاء الانسولين هنعرفها كمان دقيقتين. انتوا معايا؟ طيب بعد كده هتلاقي مكتوب عندك بعد كده ازاي نحسب الدوز. يعني بعد طريقه الادمنستريشن هتلاقي مكتوب عندك ازاي نحسب الدوز. تحفظ اللي هقول لك عليها دي. بص يا عم الحاج انت بنكرياسك بيطلع 5 من 10 ل 8 من 10 يونت بالكيجي. يعني اللي وزنه 50 كيلو البنكرياس في المتوسط بيطلع نص وحده انسولين لكل كيلو ده في اليوم. يعني نص في 50 ب 25. يبقى انت لو وزنك 50 كيلو بنكرياسك بيطلع 25 وحده على مدى اليوم. معايا؟ خلاص دي معلومة علمية معروفة. قال لك طب ما نعمل زيها. فلما تجيلك حالة جديدة اعمل كده. اضرب 4 من 10 أو 5 من 10 في الوزن. يعني اكتب مكتوب عندك 4 من 10. مكتوب عندك اضرب 4 من 10 في الوزن. 5 من 10 يعني فور افريج نون اوبيز شايفينها؟ فور افريج نون اوبيز ذا توتال ديلي دوز شايفينها؟ 4 من 10 في الوزن. خليها 4 من 10 إلى 5 من 10 في الوزن.
دي الجرعه الانيشيال. معايا دكتور؟ اسمعني ورا، انا بقول لك الحاله بتجيلك جديده، حاله جديده شخصتها دايابيتس طيب 1، قلت هدي انسولين، هدي انسولين، هدي الواد من شعره وزنه اضرب وزنه في 4 من 10، طلع زي ما طلع، طلع 16 وحده 15 وحده، ايه هو ده قران؟ لا، اللي هعمله ده بيسموه ترايل ميثود، اللي هعمله ده بيسموه ترايل ميثود او ترايل اند ايرور. فدي حاجه يعني انا هعمل زي ما انا عارف عن البنكرياس، انا معلوماتي كده عن البنكرياس، هروح ضارب 4 من 10 في وزنه واروح ممشيه وهقول لامه طبعا 4 من 10 في وزنه طلع اي حاجه، طلع 9 وحدات مثلا، موقف طلع 9 وحدات، يلا شلني التسع وحدات دول ياخدهم ازاي؟ غايب ولا معكر ولا ميكس ولا ايش اللون؟ ميكس، هياخدهم ميكس من ازازه الميكس تارد، وبياخدهم بنظام تلتين قبل الفطار وتلت قبل العشاء، يعني التسعه دول هياخدهم 6 قبل الفطار و3 قبل العشاء. معاك يا دكاتره؟ اسمع دلوقتي، جات لك حاله جديده، طفل عنده دايابيتس، ضربت انت 4 من 10 في وزنه، هنطلع الناتج 9، يبقى الواد ده هيحتاج قد ايه في اليوم؟ 9 وحدات. اول سؤال، التسع وحدات دول هياخدهم من انهي نوع انسولين؟ الميكس، الميكس. طب التسع وحدات دول هياخدهم ازاي؟ هياخد 6 منهم قبل الفطار و3 قبل العشاء، ثلثين وثلث، يعني اللي مكتوب عندكم في الصفحه من تحت اللي هي التوايس ديلي باي فيزيك انسولين، شايفينها؟ توايس ديلي باي فيزيك انسولين مكتوب عنوان كده، يعني اكتب جنبها بالعربي طريقه الثلثين والثلث، اكتب لنفسك بالعربي طريقه الثلثين والثلث من الميكستارد، طريقه الثلثين والثلث من الميكستارد. ومش زي ما الكتاب المختل كاتب لك ان احنا بنفضل دي في التايب 2، لا بنفضل دي في كل الانواع بنبدا بيها دايما. معاك؟ يبقى انا بقول لك حكايه ثلثين وثلث دي بيبقى من انهي نوع انسولين؟ ميكستارد. وقلت لك كدكتور لازم تبقى فاهم ان دي بتبقى مناسبه لحالات السكر المستقره، عشان اشوف مرتين بس دي، فاهمين ولا ايه؟ بس اوعى تنسى يا دكتور، والله العظيم دي ترايل، يعني انا بقول للام ايه عشان تفهموا بس، بقول لها بنفيس تقضي لي كده 3 ايام جهاز السكر معاك ازاي؟ 3 ايام تقيسي للواد السكر كل 6 ساعات، تشكوا يعني وتقرا السكر في الجهاز كل 6 ساعات وسجلي في كراسه. يعني مثلا كانت عندي السبت، اقول لها اهو سبت حد 2، تدي الدواء زي ما انا بقول لك كده وتقيس السكر وتعليلي كمان 3 ايام او بالتليفون بلغيني. بلغتك بعد 3 ايام ان السكر الف والواد ما عادش بيخش الحمام وكذا وكذا، يبقى انت برينج. طب بلغتك الواد لسه سكره عالي، عالي الدوز. طب بلغتك الواد جاله هايبوجلايسيميا ومات، عايزيها في المهل اللي جاي اقضي الدوز، واخد بالك؟ اه هو كده اسمها ترايل ميثود، هي اسمها كده والله ترايل اند ايرور، يعني انت ما عادش شيك على بياض يعني ان كلامك هيطلع صح، فاهمين قصدي ايه؟ ولا اقعد علي الدوز وقلله حسب الاستجابه، تمام؟ طيب على فكره مكتوب عندك الطريقه اللي شرحتها لكم من شويه بتاعت البيزل بولس، ما ايه ده ايه؟ هو احنا قلنا الطريقه بتاعت ال4 شكات دي اسمها ايه؟ ندي جرعه بيزل صح؟ ندي جرعه بيزل و3 جرعات بولس قبل الاكل صح؟ ده بيسموها ايه؟ بيزل بولس، اكتب جنبها بالعربي يعني شبه البنكرياس. هو هنا بيحاكي البنكرياس، هو هنا بيحاكي البنكرياس، يعني حتى بكون عايزه تطلع برنس دايابيتس، فاهمين الكلام؟ الطريقه دي قلت لك ما بنحبش نستخدمها الا في حالات معينه، ست حامل، ست انفكشن، ست مش عارف ايه. وعلى فكره من الصعب قوي يا دكتور، من الصعب قوي ان العيان يعمل الكلام ده في بيته، بالذات لو ما كانش يعني متعلم او كده. فعشان كده الحكايه دي بنحبها اكتر في المستشفيات. معاك؟ يبقى انا قلت لك ده الكلام بتاع طرق اعطاء الانسولين اللي شرحته مشروح عندك. اخيرا هتلاقي مكتوب عندك تحت ميثودز اوف ادمنستريشن، ما احنا قلنا ميثود اوف ادمنستريشن بسرنجه الانسولين تحت الجلد. عارفين سرنجه الانسولين؟ عارفينها؟ الرفيعه الطويله دي السنتي منها بيكون 100 وحده. بتلاقي سرنجه طويله كده مش بتشرح كده؟ سرنجه طويله رفيعه ومتشرطه شرط كده. الشرطة 10 وحدات، الشرطة ايه؟ 10 وحدات. والسنتي اللي هو ال 10 شرط ب 100 وحدة. فاهمين؟ أنا فضيحة. سرنجة الأنسولين الشرطة منها ب 10 وحدات، يعني لما تيجي تقول للعيان بس يا حبيبي، لما تيجي تقول للعيان 30 وحدة تقول له 3 شرط يعني. هو مش هيفهم منك إلا كده، تقول له شرطة وشرطتين وبتاع. فاهمين الكلام؟ معايا؟ طبعا لو أنت مش بقول لكم إيه يا دكاترة؟ انا مش هضرب واحد او ساكت ومش عارف ايه، اللي هيتكلم هيزعل بس يا دكاتره.
الطريقة التانية في حكاية السرنجة لو انت مش غاوي شكشكة يعني انتوا على فكرة برضه عشان برضه ما تفهمش غلط حكاية الألم اللي طالع جديد ده اللي هو الكتاب كاتبه لك برضه بلغوا منه اللي هو ألم الأنسولين اللي هو ده مش طريقة تانية ولا حاجة هو الألم ده إيه؟ سبكوتينيوس يا عم لا بقى في كل أنواع الشكل منه سبكوتينيوس برضه سبكوتينيوس بس هو ألم سنه رفيع هو ألم ألم سرنجة في صورة ألم هي سرنجة في صورة ألم من متعايرة ومتظبطة وفي جيبك وشكلها شيك ساعة الجرحة بتروح مطلع وتك بدل ما تروح تشتري سرنجة ومش عارف ايه وكلام فاضي من ده فاهمين بس انا قصدي طريقة الألم دي سبكوتينيوس والله هي عادي سرنجة سبكوتينيوس بس هي شكلها اللي مميز شوية انت فاهمين الكلام معايا طبعا بعد كده لو انت ما انتش من هواة الشكشكة يعني لا عايز سرنجة ولا عايز ألم عارفين حكاية الارتفيشال بنكرياس البامب البامب دي رخيصة دي ب 1200 جنيه مش قصة يعني وبتقعد معاك سنين ايه حكاية البامب دي يا برنس دي حاجة شبه البنكرياس بالظبط بقول لك ايه هو انت بنكرياسك بيطلع انسولين على حسب على حسب السكر في الدم مش البنكرياس بيقيس وعلى حسب اللي بيقيس وبيطلع يعني البنكرياس بيسنسر يعرف يحس الجلوكوز في الدم قال لك طب انا اعمل حاجه شبه البنكرياس ازاي يعني عبوه كارتريج كمبيوتر صغير كمبيوتر صغير الكمبيوتر ده بيكون فيه كارتريج عبوه يعني فيها كميه انسولين تكفيك ابن سنه معاك والعبوه دي بتلفها كده بحزام على بطنك واللي فيها طالع منها سنسور كده صغير زي ابره كده بتتغرس تحت الجلد بماينور سيرجري ويتاخد عليها غرزه وتثبت بتبقى انت ماشي تحت الهدوم بحزام كده تحت الهدوم الحزام ده فيه انسولين هتلاقي صوره عندك في كده بانسولين خليك اسمع لي ممكن المهم انا بقول لك هو بتاع كده متثبت بحزام يا دكتوره اسمع بتاع متثبت بحزام بقول لك كارتريج عبوه فيها انسولين متثبت بحزام على بطنك والكمبيوتر ده طالع منه سنسور مغروس في ايه في كابيلاري تحت الجلد يعني قصدي سنسور طول النهار بيقيس الجلوكوز في الدم عارفين جهاز السكر كانه جهاز سكر بس متصل بيقيس 24 ساعه والكمبيوتر ده في سوفت وير متظبط ان لو طلع قرايه السكر كذا طلع انسولين كذا لو قرايه السكر كذا طلع انسولين كذا فاهمين حاجه يبقى البامب ده بيعمل ايه بيقيس ويطلع كميات متغيرة على حسب السكر في الدم هتقول لي يعني شبه بنكرياس فبيسموه artificial بنكرياس اكتب جنبه السايد افكت بتاعه ايه هو اللي بيتكلم ليه السايد افكت بتاعه مش دي هي مكنة ممكن تعطل صح ولو عطلت يا اما تطلع بزيادة يا اما ما تطلعش وبالتالي تخش في هايبو او في هايبر والله بتحصل كتير وحياة ربنا عادي بالذات الانواع القديمه فاهمين قصدي ايه وبتبقى موته قذره انا اموت عادي بس ما اموتش كده يعني ما اموتش البطاريه خلصت لما وقفت بس اهو غيرت في نهايات انا اموت في حاجه ثانيه ما عنديش مشكله بس البطاريه خلصت لا ليه المهم تبقى حبيبي اول حاجه ان يحصل بامب فيلير طبعا البامب فيلير ده يعمل لك هايبو ولا هايبر جلايسيميا انت محذر فيلير مش معناها ما يطلعش فيلير معناها ما بيهبل يا بيطلع بزياده يا ما بيطلعش رقم اثنين يلا بتوع المايكرو حاجه مزروعه تحت الجلد الموست كومن سايد افكت هيبقى سكين انفكشن اورجانيزم اسمه ستاف ايه؟ اوريوس يهبل ابيديميدس ستاف ابيديميدس بيحصل حواليها لوكال انفكشن بقول لك ايه هو العيان في بيتهم بيتابع ازاي سكره مظبوط ولا متنيل في بيتهم بالجهاز او بشرايط السكر في البول في شرايط كده سكر في البول تحطها لونها يتغير على حسب كميه السكر انا بس بقول لك الكلام ده ليه السطرين اللي في الصفحه من تحت عشان لو جاب لك في الكيس اللفظ اللي هقوله ده بيت سايد مونيتورنج لو قال لك بيت سايد مونيتورنج فاهمين يعني ايه فاهمين يعني ايه؟ كلمة بتسايد مونيتورنج يعني متابعة بدون عينة.
بالسايد مونيتورنج اللي هو العيان في البيت يعملها، في المستشفى الحكيمه تعملها من غير ما تسحب عينه، من غير سحب عينه. ما طبعا الطريقه الدقيقه ان انا اخد عينه وانزلها المعمل يتقاس فيها السكر، انما لا، الجهاز ده مش اكيوريت بس هو في السريع. يبقى البيت سايد مونيتورنج بايه؟ البيت سايد مونيتورنج بايه؟ يا اما الستريبس يا اما جهاز السكر اللي مكتوبين عندك تحت، هما الاثنين السطرين اللي في الاخر دول. تمام؟ طب امال لو قال لك هو الانسولين بيتاخد فين؟ يعني ايه هي استعمالات الانسولين؟ اول حاجه في التايب 1. طب التايب 2 بياخده امتى؟ التايب 2 بياخده امتى؟ في الاستريس كونديشنز والحاجات دي، صح؟ ولما الحاله تبوظ يعني عامه زي ما قلنا امبارح. طب غير كده اسمعوا ورا، مش احنا قلنا التايب 2 كده كده بيخش في مرحلتين، فيز 1 وفيز 2، وقلنا الفيز 2 بيحتاج ياخد انسولين. طب بقول لك ايه، التايب 2 لو دخل في غيبوبه او اي نوع، اي نوع سكر لو دخل في غيبوبه سكر عالي لازم ياخد انسولين. انهي نوع؟ ريجولار تحت الجلد ولا عضل؟ طيب سليم الكلام. طب بقول لك ايه، هو الانسولين بيقلل السكر بس؟ بوتاسيوم بيقلل. مين كمان؟ بوتاسيوم. طب بقول لك ايه، لو حد عنده هايبر كاليميا لاي سبب، لو حد عنده هايبر كاليميا لاي سبب، انتوا عارفين الهايبر كاليميا وخطورتها على القلب. هايبر كاليميا لاي سبب يبقى العلاج ممكن تدي انسولين. هتقولي لا ازاي يعني، اسمعي دكتوره ورا، ما انا لو اديت انسولين هيقوم ساحب البوتاسيوم وظبطه، هيظبطه بس هيسحب مين كمان؟ يقلله. يا فرحتي ما ماتش بالهايبر كاليميا ويموت الهايبو، يا فرحتي. لا يا اخوي، عشان كده العيان ده اهو بعلق له انسولين في جلوكوز، فاهمين؟ يعني ازازه جلوكوز، ازازه جلوكوز 25% واروح مدوب فيها، ادوب فيها انسولين رايق، ادوب فيها انسولين رايق. الحكيم عارفاها، قول بس النجلاء حضري محلول انسولين جلوكوز. انت بتبقى عارفه تحضره ازاي؟ انسولين جلوكوز. طب انا حاطط ليه انسولين في جلوكوز؟ عشان البوتاسيوم بس اللي يقل، عشان البوتاسيوم بس اللي يقل. دي الطريقه البوبيولار لنا كلنا، يعني اي مرضي بالذات في الطوارئ، انسولين جلوكوز ميكسشر دي، انتوا فاهمين؟ طب السايد ايفكت بتاعت الانسولين ايه؟ قلنا سايد ايفكت الانسولين، بص بص اكتب بالعربي كده، ثلاثه في مكان الحقنه وثلاثه بعد الحقنه. ثلاثة في مكان الحقنة وثلاثة بعد الحقنة. طب أول حاجة إيه اللي في مكان الحقنة؟ قلنا ممكن يحصل انفكشن. انفكشن ده بس ما عادش الكلام ده، الكلام ده كان زمان اللي هو العيان القذر اللي ما بيجيبش السرنج. سرنجة الأنسولين ما تستخدمش أكتر من يوم. سرنجة الأنسولين ما تستخدمش أكتر من يوم، يعني يشك نفسه الصبح وبالليل ويرميها ويجيب واحدة تانية تاني يوم. امين. اصل انا لو جامع رماني ما يتعش، معرفش ان انت تحت الجلد يقول لك يعني انا بستخدمه لحد تاني. يا سيدي ما انا عارف، انما لو انت خلاص ما دام كده اهو اتلوثت. لا يستحسن الصبح سرنجه وبالليل سرنجه، يستحسن يعني. طبعا الترند ده ما عادش عند الناس، والناس بقت فاهم حكايه السرنجه وبتاع، فالانفكشن ده قل قوي. معايا؟ رقم اثنين ان يحصل لوكال الرجي. لوكال الرجي حساسيه كده لوكال. معايا؟ هيحتاج على قد مرهم سترويد ولا حاجه مرهم بس. معايا؟ طيب رقم يعني اكتب اكتب كده جنب كلمه لوكال الرجي، اكتب جنب لوكال الرجي تحت، اللوكال تحت كلهم لوكال سايد اف، شايفين لوكال الرجي؟ اكتب جنبها تريتد باي لوكال 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 استيرويد اند انتي هيستامين. طب كويس، لوكال استيرويد ولوكال انتي هيستامين. طبعا تشينج تايب كده كده لو كان بيستخدم نوع من الزباله بتوع زمان ما عادش الكلام ده، انما العلاج بلوكال استرويد ولوكال انتي هيستامينك. تمام؟ طب بعد كده دكتور اسمع دي وهتشوفوها كتير قوي، ما تستغربش وما تقلقش، هو انتوا عارفين اماكن حقن الانسولين؟ الاماكن الستاندرد فين؟ بص عليا، الاماكن الستاندرد بتاعت الانسولين عشان حد سالك، بص بص هنا اهو اللي هو في الكتف من بره، وهنا اهو في الفخذ من بره، وهنا اهو في البطن. يبقى في البطن وفي الكتف من بره وفي الفخذ من بره. طبعا العيان الخبره مش هيعبرك بعد كده، يعني العيان الخبره بتاع السكر ده بيخترع هيز اون سايتس، وانت وهو حذار انك تقول له يا عم غلط غلط، انت تفهم حاجه؟ يعني عيان السكر القديم ده بيكون دكتور عنك، فما تقعدش تعدل عليه، ان شاء الله يكون بيحقن في مناخير والله بتكلم جد، مريض السكر ده بيخترع اماكن غريبه يحقن فيها، جلد برضه بس تلاقيه بيموم يعني. المشكله ان العيان ساعات بيحب اماكن عن اماكن.
المشكله ان العيان ساعات بيحب يعني مثلا يقول لك يا اخي انا بحب احقنها هنا اهو. ليه؟ يقول لك الوجع اقل في البطن، الوجع اقل، مساحه اكبر والاحساس اقل ومش عارف ايه معاه. يقوم جاي عشان حب المكان يقعد بقى على طول يعمل ايه؟ شغال بقى صبح وبالليل صبح وبالليل صبح وبالليل صبح وبالليل. المشكله ان الانسولين بيلعب في الفات كونفيجريشن في المكان، الانسولين بيلعب في توزيع الفات في المكان. فاما حاجه من اتنين، يا اما كتر الحقن الانسولين يقعد يجيب الايه؟ الدهون. هو مش الانسولين بيعمل لايبوجينيسيس؟ يقوم عامل لك لايبوجينيسيس، فتلاقي المكان ده بقى مكعبر مكعبر كده من كتر الدهون. فيجي العيان يقول لك انا عندي كلكيعه طلعت هنا، او يعمل لايبوجينيسيس على الطرفين كده على الطرفين، فتلاقي مكعبر مكعبر وفي النص حفره. يقول لك انا بتاع لي حفره في مكان الحقنه. يا عم الحاج يا اسطى والله بتكلم جد، حق عليك. ايوه، يعني العيان هيجي لك يا اما بلايبو هايبرتروفي يا اما بلايبو اتروفي. يبقى هيجي يا اما بلايبو هايبرتروفي يا اما بلايبو اتروفي. انتوا فاهمين معايا ولا ايه؟ منجز الكلام ده علاجه ايه؟ ولا حاجه، قول له بس ايه؟ غير مكان الحقن والدنيا تتظبط لوحدها، تاخد وقتها يعني. انتوا الكلام؟ يلا سلام كمان.